عندنا كمان أغنية جميلة جدا عن رمضان. أغاني رمضان دايما بتبقى مميزة وبتبقى مختلفة وليها طابع كده وأجواء، يعني بتفرقها عن أي أغنية مقدمة طول السنة دينيا، لأنه رمضان في الحقيقة أي حاجة بتقدم فيه بتبقى دايما ليها بريق خاص. أغنية رمضان على CBC لمصطفى عاطف هي أغنية جديدة، وخلينا قبل ما نتكلم عن أي حاجة نسمع الأغنية مع بعض. رمضان شهر النور والبركة وكله أمل وحياة، فرصة جديدة بنبدأ فيها عشان نرجع لله. رمضان شهر النور والبركة وكله أمل وحياة، فرصة جديدة بنبدأ فيها عشان نرجع لله. نستغفر ربنا ونكبر ونسبح والدعاء يوصل المسجد دايما يجمعنا. لو مقفول في بيوتكم صلوا. رمضان شهر وكله أمل وحياة، فرصة جديدة بنبدأ بيها عشان نرجع لله. رمضان نور بيخش بيوتنا، رمضان بركة بتملى حياتنا، رمضان نور بيخش بيوتنا، رمضان بركة بتملى حياتنا. الله الله على الجمال. يعني تخيلوا مصطفى عاطف وصوته الجميل الشجي اللي احنا كلنا يعني بنطرب حتى في سماع صوته في الاذان، فبنشكره الحقيقه على الجهد ده، وكمان زميلنا خالد منسي المخرج اللي عمل الاغنيه الجميله دي واخرجها. وخليني اقول مصطفى كل سنه وانت طيب وما شاء الله عليك، دايما مبدع وربنا يتقبل منك يا حبيبي. ربنا يكرم حضرتك ويبارك فيك يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم. كل سنه وانت طيب يا مصطفى، ومبروك الاغنيه، ومبروك كمان لزميلنا خالد منسي اخراج الاغنيه الجميله. قول لي كواليس الاغنيه ايه؟ الاغنيه كانت جزء من الحلقه الاخيره من برنامج اخويا الكبير اللي انا اتشرفت اني قدمته على CBC. كانت الحلقه الموسم الاول، وحبينا ان احنا نختم البرنامج بقى باستقبال الشهر الكريم، ويكون معانا برضو الاطفال كده وهم في بيوتهم عشان سلامتهم وحمايتهم. حضرنا الاغنيه من كلمات الشاعر محمد ابراهيم والحان مديان، استاذ مديان وتوزيع استاذ احمد. تحياتنا ليهم طبعا، تسلم ايديهم طبعا طبعا. ويعني استاذ احمد امين المنتج المنفذ للموسيقى، كلهم الحقيقه تعبوا جدا جدا طول البرنامج، لانه يعني الرباعي ده كان مشترك في كل حلقات البرنامج. الحقيقه عملنا مجهود كبير جدا الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله. وده كان الختام، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يبارك لنا يا رب. عايز اقول لك الايقاع جميل يا مصطفى، الكلمات جميله، صوتك واللحن كمان جميل، فحاجه جميله ومحببه للاطفال عشان محتاجين الجرعه دي لاولادنا يعني. وكمان برنامجك يعني اخويا الكبير عامل صدى ممتاز مع الاولاد وباسلوب جميل، وانت كمان حبوب جدا. خليني اقول لك يعني الناس كلها بتحبك والاطفال بتحبك، يعني ربنا يكرمك. الله يكرمك. مصطفى مهتم بالاطفال وباحياء الاخلاقيات كمان عند الاطفال. جدا 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 من زمان، يعني من سنين طويله وانا بسافر حتى في حفلات بره مصر، كنت دايما بحب اشوف الثقافات المختلفه للبلاد المختلفه اللي انا بسافرها بيعلموا اولادهم ازاي، ايه النشاطات اللي بيعملوها لهم. وهنا لما فكرنا نعمل برنامج تلفزيوني قلت لازم اطبق الافكار دي والافكار النبويه، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاولاد. وبشوف دايما انه الخلاصه في فكره البرنامج ده ان الوقايه خير من العلاج. الولد وهو صغير لما يعرف معلومات وتتغرس فيه ويعرفها بمعلومه وبعدين باغنيه ولحن جديد ومختلف فيدندنها، فتبقى خلاص عايشه جواه. فلما يكبر ويتعرض لاي طبعًا فكر ولا لاي حاجه يبقى عنده الاساس. بتعمل له يعني تنشئه وجدانيه من جواه باسلوب جميل، في ترغيب ما فيهوش ترهيب،
في كلام حلو بدل ما يكون في كلام بيخوف. فبجد ده ده ده, ده شغل عظيم وده فكر عظيم، بنشكرك عليه والله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يحفظك كل سنه. شكرا مصطفى عاطف، وكل سنه وانت طيب واسرتك بخير، وهنستمتع اكيد بالاغنيه.